طب ما كفاية عليه الأكرة أبدا لازم بالترباس أصلي يا روحي نويت من بكرة أمنع كل كلام الناس حقه من الناس أقه من بلويها أما دي حق عليها لسان عايزة جنازة وتشبع فيها لطنورة هي على العرسان قل خلوني بقيت مسكين ليل نهاري في حالة نفسية معرف اسمي كان تحسين ولا تغير بقى حسنية فهم غلط كان الظروف حط النقط فوق الحروف وقل لي وريح قلبي طمن ظهر شبابي كنت الأول سلبي من دلوقتي إيجابي عارفة السبع بتاع الغابة لو أقول يس أكون كذابة تقدري من دلوقتي تقولي إن ما بيني وبينه قرابة والعشرين زيه يحسوني يومي يطبعوا يجروا لو يشوفوني الجو يرق والنور وصل بقت القلوب زي البيوت لما تكون متحققنا من في الحبايب زينا حبيبي جه زي الاسد يتكف عليه مين الحسد برق التمام من الاتهام وبقت عليه مطمنة مين في الحبايب زينا مين في الحبايب زينا احم احم احنا هنا ليلة كلية عدالي دي عدالي شوف الحلاوة هتفضل اعدالي شوف يا ابني انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك بس بكل بساطة اي رد يجي على بالك اسكعه على طول اسكعه فضل يا دكتور منى وردة حلوة حماتك بتنجان اسود معلم عاشور اوف ابو ودنين اغس الله يكسفك في ايه مالك يا معلم سامع يا سيدي صاحبك بيقول عليه اوف ابو دنين انا اوف ابو دنين الله يطلعك يا تحسين انا قلت له 100 مره ما يقولش الحكايه دي قدامك ها معلش يا معلم اصله بيتعالج يتعالج ايه دي اللي اتحيا يا معلم هو دلوقتي في نوبه صراحه وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم يعني هو حكيم الباطن تمام خير اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي لا مؤاخذة يعني ايه عنده عجز جنسي عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم مفلس تحسين مش راجل يا معلم يا نهار اسود ومنيل بستين نيلة يعني بنت اتجوزت حرمة على اي حال ده مجرد احتمال طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقة شوف مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليلة حمرا وبعد الليلة دي انا هقدر احدد طب نزل ايدك من علي كلام ايه ده دكتور شفت حاجة عليا حد قالك اني عيب عيب يا ابني عيب الكلام اللي بتقوله ده انا اقصد انك تشوف له واحدة تشقط له واحدة
يقضي معاها الليلة. أشقط أنا؟ أنا على آخر الزمن كلمة حيلة مع كده. خلاص خلاص. حاضر. ده صديقك ولو عليك حقوق. أيوة ده كتير يا دكتور. ده أنا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهاردة يا عالم. إن ما كانش عشان خاطره هو يبقى عشان خاطر أنا وبنت يا أستاذ. أمري لله. بس ما حدش يقول لحن ناظم. شوف أنت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله. تخمه يعني. أخمه؟ أيوه يعني خاله. بس اسكت. واخد لي بالك؟ وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العيادة. وأنا حراقب كل حاجة من الجهاز ده. خبر زي بعضه يا جدعان. يعني الراجل يبقى قاعد فوت وقافل بابه عليه وانت تراقب وتكشف ستره كمان. وبعدين وبعدين دي سيكولوجيا يا معلم. استر ان شاء الله ما يشوفوش. بس اسكت. وقال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمه ان شاء الله. سليمه تعال 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 بس تعال معانا. يلا توكل على الله. يلا بينا. الحمد لله اللي جاز دخلوه يا معلم. ربنا ستر. هو الدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم الصبر طيب. ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تجميع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف ايش ايه؟ يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. فهموني ايه الحكايه بقى بالظبط؟ اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح. مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتيز. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه؟ هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت. ما هي المصيبة هتحصل تاني ويرجع أبوك عند أخوك. طيب اللي تشوفوه. في صحتك. تفضل. أربع دول أربع دول عبال ما وضب لك السرير والأوضة احتفالا بشخصك العظيم الهايل. يا عظيم يا هايل. وايه ده اللي عظيم وهايل؟ اكيد الانتفوريا واضحه علي. انا اصلي افتكرت ان عندي مشوار صغير رايح اقضيه واجي. طب اجي معاك عشان انا بخاف اقعد لوحدي. لا 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 دكتور قال ما تخرجش ابدا، لازم تستريح في البيت. طب ما تاخرش عشان انا زهقان. والله يا صديقي حسب التساهيل. ادعي لي ان ربنا يوفقني. اتكل على الله. كل يوم هشرب من نفتالين ده. عاوز هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. يعني لو سمحتي خمس دقايق من وقتك تبقى عملتي عمل انساني كبير. انا مش فاهمه انت عاوز ايه بالظبط. مش انا اللي عاوز، ده هو. ومستعدين ندفع لك اللي انت عايزاه. يا صيفي انت. ها قلت ايه؟ قلت ايه؟
في ايه يا فندم؟ عاوز حاجة؟ أنا مش عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. عايز ايه؟ الهانم بس خمس دقايق وحنرجعها على طول، بس بعد ما نطمن. تطمن على ايه؟ امسك. أصل زميلي الدكتور قال له معاه عاوز خمس دقايق. هوب بان بان روزمي هو عنيا الدكتور قال معاه قلت ايه؟ الله راح فين؟ ساعات البيت سيادتك فاهم غلط، انا مش عايزة عشاني، ده عشان هو، وهنديها الفلوس اللي هي عايزاها. انت عايزة كام؟ ادي جنيه وهات الباقي. انت مالك انت؟ اه يا ابويا سعادة البيه، يا سعادة البيه انت بتضربني ليه؟ انا ما بحبش الحاجات دي، انا والله العظيم راجل بصلي ومش ممكن اعمل حاجة تغضب ربنا. وحياة والدك تكلم هلنا، احنا مستعدين ندفع لك اللي انت عايزه. انا شوف حد لك اللي انت عايزه كله، ادي جنيه وهات الباقي. ها اتفضل يا مانا اتفضلي. سعادة البيه المسألة كلها مش هتاخد أكتر من عشر دقايق على ما سيادتك تشرب القهوة نكون احنا اطمنا. أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ أنت قليل الأدب ليه؟ أنت مش هتجيبها لبره، أنا هلبك بقى. أوعى أوعى أنا هتصرف بقى. يوه هي جتني تاني الأدب، هي جتني تاني الأدب. ناس ما تخشيش يا راجل يا كلب يا أيهو. ايه يا انت اهو ايه تقول إيه؟ كده الله يلعنه. خير طمني، جوز بنتي طلع راجل. راجل؟ راجل ولا مش راجل؟ انا مضرب ليه يا معلم؟ اتبهدل ليه؟ خسر العالم اللي ما عندهاش ذوق ولا انسانيه. بقول له يا سعادة البيه هناخد الوليه عشر دقايق على بال ما سيادتك تشرب القهوه عشان نطمن على الراجل، وعينك ما تشوف الا النور عليه مرزبه. يا اهلي انا مالي باللي بتقوله ده كله، طمني الاول هو طلع راجل ولا لا؟ يا معلم انا مستقل من الشغلانه دي، انا شقتي تحت امركم، انما انا ما اقدرش انضرب في اليوم مرتين، ما حصلتليش في حياتي. ايه يا اخي ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اسمع ما اقولك. ايه يا معلم. وربنا انا كان قلبي حاسس انك ضعوف ولا تنفع تستقطع حاجه ولا تعمل حاجه ابدا. مالكش دعوه انت. شكرا يا معلم. اروح انا الاسعاف اريح شويه. ريح ايه؟ خليك هنا خليك. بلاش هاجر. هاجر ايه؟ انا هنزل استقبلك واحده على الفرازه اخر حلاوه. كنت اعرفها يا مشاو. وطي صوتك احسن منك اسمعني يا معلم. لا ما اصل منى خدت البنت النبويه وراحوا عند زنوبتي ومسكت فيهم هيباتوا عندها. عن اذنك بقى ما البس حاجه عليا عشان اروح. طب بس ما تاخرش يا معلم لان الدكتور زمانه مستني. اخاف على الدكتور لا يتعدي. خدي يا حبيبتي اشربي كوبايه الليمون دي وروقي دمك. متشكره يا زوبا مش عايزه. حياه النبي عين وصابتكم وصابتني معاكم. ما انا جايه عشان اقولك مش هخلي بابا ياجل جوازكم اكتر من كده. يا حبيبتي يا نور عيني، هو انا معقول يجي لي قلب اخش دنيا وانت لسه واقفه على بابها رجلي بره ورجلي جوه؟ يا حبيبتي يا زوبه اصيله. قولي يا منحوسه يا زوبه. بقول ايه؟ عن اذنك اما اروح ازور واحده جارتي عيان. طيب يا حبيبتي عن اذنك. اهلا وسهلا. اتفضلي يا سلولة خشي برجلك اليمين. مش معقول بحبه. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحبني وانا بحبك. بحب مين؟ مش انت محمود المليجي؟ مليجي مين؟ امال مين انت؟ مين ده؟ ما اسمها زين لولا. هي دي امال زين لولا. ايوه انا بتاعت التجربه يا معلم. معلم ايه؟ سوري يا مدام. لا ما تسيبنيش لوحدي يا مكرم. ثانيه واحده. ايه؟ في ايه؟ مالك؟ مالي ايه يا مكرم؟ ايه مرعوب ده ليه؟ في ايه؟ هي دي عريضه قوي. عريضه مين؟ عارف اللي مش عاجباك دي؟ كانت موقفه شارع عماد الدين على رجل واحده. دي ولا شارع عماد الدين ولا شارع الشوارب حتى. يا معلم احنا عايزين نعالج تحسين، مش عايزينه يقطع الخلف. فاهم يعني ايه؟ انت هتقعد تتفلفس؟ انت تروح توديها له مالكش دعوه. هي اتصرف يا ابني. تعالى يا وليه. ابوس ايدي. لا انت بتحبني يا وليه. انا لو عاوز لا حاجه ولا حد هو اللي عاوز. يلا بقى اديني بؤسه. انا حد عامل لي عمل؟ لا اديني بؤسه. ما اديش لحد حاجه. اوعى تخاومني. اوعى تخاومني ابدا يا وليه. ايه ده؟ ربنا معايا ربنا معايا ربنا ما جاي تهزقني هنا يا معلم؟ معلش يا لولا الراجل سرجن. معلش بقى يبقى البركه فيك انت يا معلم. كده معلش. ولا حتى
خسر هتعلقوني من كل حاجه. لا ما عني. لا ما هو انا بقى بفهمك. انا بفهمك الحين. انا جيت لك اهو يا عينيا ولا زيك اهو في الرجال والنبي لو ترضى عليا لافتح لك قلبي وكاله من غيرك ليا يا اختي يا شربات اختشي يا وليا اللي اختشوا ماتوا اتلم وخلي في وشك دم هي اللي تشوف ودنك تتلم تتوب توابات وتموت موتات وتسيح سيحات وتروح وحدك كده بالاحضار وتروح وحدك كده بالاحضار احضني يا معلم يا مبين يا بوليس توغن هربا توغن هربا خليك هنا خليك بلاش تفارق طوعني لاخد فيك سنة سنة واقول ده سارق ابعدي عني اعملي معروف روحي سيبيني انا عنجد روح يا اختي عليك يا اختي ويا روحي عليك يا روحي لما تكون يا جميل مكسوم صارت ليا تعالي اوام انا عندي كلام انا عندي كلام بدي اقولك اخلاصي طيبك لما عليا يفوت ما بنامش الليل وانت بتروح عيش واموت اموت وانا موت موزيل عيبك انا على وش جواز احمي حبك وعمايله يا ابو قلبي كانه بلاس وانا بترجع وبحيله وانت العشت الخبات لا وحتى بقيت مش طايله وانا اجيب لك عذاب احداث واعمل لك سن بنايله وحشتوني 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 مين دول اللي وحشوك عيونك وحش عيوني دول مش عايزين يشوفوكي ياللي مش عاجبني بتوبة وبعادك عني رتوبة طب اعمل ايه معذوبة ودنيا بقت مخطوبة ادي زوبة زقة لا 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 ادي زوبة زقة لا 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 ما تفكرش فيها ودي زوبة زقة لا 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 هي اولى بيها ومن استاهل الزقة لا 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 معلم يا معلم يا حنين يا معلم يا اخويا يا نار زي بعضه رحنا في داهية احضني يا معلم يا شيخة نيلي ده انا دمي هيب بقولك ايه تعالي هنا معلم فين يا معلم تعالي لا انا فين خش الاوضه لا لا تعالى معايا هو هنا هو معايا ايش ده مش طالبين على ايه بس حاضر فين شوفي اهلا يا جو اهلا بيك ازيك ايه اللي جابك دلوقتي ها قلت المنى رايحه ازور واحده جارتي عيان وجيت اشوف تحسين هي قال ايه الدكتور دكتور ايه ده انا اللي عايز دكتور يا دوبه عيان يا لهوي يا معلم ده انت حرارتك مرتفعه اما اجيب ميزان حرارتي مش عايز ده الحراره ما تشوفها مفيش داعي ملوش لزوم ازاي مفيش داعي يا ستي بس والله ده انت غالي عليا الله يخليك انا غالي عليك لو كنت غالي عليك مش عايز حاجه مش عايز الله انت قالك مش عايزني اخش
بابا يعني انا مالك؟ انت فين يا معلم؟ انت فين يا الله؟ انت عندك ضيوف يا معلم؟ الله الله، ودي تطلع مين دي؟ انا نجوى فؤاد. اخفى عليك يا خاين يا رشاش، بقى يا راجل تسرب بونا وشغال وتبعتهم عندي عشان تعمل عمتك السودا دي. وربنا يذوب انا بريء. اخر ما تمشي اسمي على لساني. معلش طبيعتي بس شويه فاهمني؟ فاهمك كل حاجه. تعالى يا معلم تعالى. مين الست اللي بتسير مني وتحكد عليا؟ سيبيني في ستي ونسيب جوز بنتي اعملي معروف. اهلا وسهلا سعاده البيت. صباح الخير. صباح النور. إله ربنا يكرمك. الله دولار. ايجيبسان ماني. إله ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أظن مبلغ بسيط. كافي. بعد إذن سعادتك. الإعلان جاهز يا سعادة البيت. وهينزل بكرة إن شاء الله. الإعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دواهي 35,000 جنيه للشقة. يا بلاش يا فندم يا بلاش 35,000 جنيه للشقة. ألو. أهلا سعادة البيت. أيوة سعادة البيت. خد بالك الأيام دي كويس. اسمعني. مش عاوز معوحة كتير. وضوح يا فايق أنت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطارتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. ملفتش نظرك حاجة تحت؟ اه بيغسلوا سلم العمارة النهاردة. سلم ايه؟ أمال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوة دي؟ مالي أنا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ أنا بقولك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ الله، هما الشحاتين هيفوتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه؟ خايب؟ ربنا يرزقه يا سعادة البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضاره سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقول لك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربية وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غير البنزين. البنزين غير قرشين ساغ، تقوم انت تاخد جنيه؟ قال احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد ايه؟ جنيه اهو. ماليش دعوة بالشحاتين، كداء المية. كل زبون يناكف فيا لحد ما يدينا الأجرة. أمال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟
قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة فأنت أول مرة تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب. جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيي. أيوة فم. أه فم. أني فم؟ فمتي ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة ايه؟ ده انا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى ايام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ جامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لان انا ما كنتش في الجامعة من اساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة امي. لا انا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. احسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكسب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله. من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا شهادات ولا غيره. يعني أنت لو اتقدمت لواحدة متعلمة مش هتسألك على شهادتك. متعلمة لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معهد سكرتارية. وأنت بتشتغلي بالمعهد ده من إمتى؟ يا مندي أنا بتكلمش على نفسي، أنا بقول مثلا مثلا. أيوه أنا بقول يعني مثلا مثلا. خلاص مدام مثلا مثلا. تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ قال بسرعه كده. ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك احنا في عصر مترو الانفاق. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا مثلا. ايوه طب ايه رايك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لهيمة طلع مش عارف. والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كازينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش شحات في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. أنا فاضل لي تكة صغيرة وألعب لعبتي الكبيرة. قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر. صباح الخير ولا مساء الخير يا ستي؟ ما تدقيش علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتي. تعجبني عريس. الا عريس؟ اه ما هو ده ملابس اللي على الحبل ومتشيك، يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه ونضفنا البيت واشترينا دستة جاتو وهو بخرت الشقة بعد الصلاة. بس اوعى تقولي ان انا قلتلك. لا ما تخافيش والختنة الشريفة من هاي. تعجبني اتفضل. يا ساتر يا ساتر دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي اوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا. تقدر تقولي يا نانا؟ اتفضل. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه يا بابا؟ حسنين البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله دي نعمات ارحم 50 مرة. يا بنت يا شقية. طب خش يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. ده مهما فيه. اه اهلا وسهلا. انا بنتي عايزة كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم. بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريع ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟
كرسي معزه. يا نانا انت قلت تشرب ايه؟ كورنفليكس. حاجه ساعة اي حاجه. حاجه ساعة يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح عايدة كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم، ده بعد كام سنة؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ لا مؤاخذة، أنا مش فاهم حاجة. استثمار يا عم يعني إشي بره وإشي جوه وشغل آخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ أهي بترزق آخر الليل، بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا عيد، أنا كل اللي يهمني إنكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش، تعيش يا عم. تاخد سيجارة سوبر بفلتر مستوردة؟ يا ابني السجاير مضرة بالصحة وبالمال. مضرة بمال مين يا عم؟ ده أنا مش عارف أودي الفلوس فين. امسك، امسك سيجارة. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على أيتام، امسك. طيب يا سيدي أشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ ما بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساعه يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتشه. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. ما تسخطيشني بال مدلوقين عليه. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تزغرطيش. الظاهر يا ابني إن أنا هحبك، لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد أفتخر بيه قدام الناس. مالك يا علاجة؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ شغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلاليف؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه ولعبه هلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت، والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ اجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سبارس، تتمناك. سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعدت تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك. معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل.
ليه؟ ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعمل لي فيها بقى سي السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سي السيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا التلاجة، التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر الجرشنات، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيوله معاه، صح الكلام؟ عايده يا عيون عايده، انت طيبه قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقه انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحة كده أنا عايز أدكم بومبة. بومبة إيه يا ابني؟ يعني أخلع، عايز أخلع. تخلع؟ يعني إيه مش عايز تتجوز؟ أيوه. أيوه؟ أيوه إزاي؟ يعني كنت بتلعب بينا بقى ولا إيه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده ولما لقيت المسألة جد عايز تفك؟ أنت فهماني غلط، بس بس إيه؟ غلط إيه وصح إيه؟ ما هي باينة إيه خلاص. أنا ما استهلكيش. أنا أصلي جربوع، ورحمة أم أنا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. بس مالوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، أنت خلاص انكشفت على حقيقتك، أنت يا إما راجل ملعب يا إما راجل مجنون. لا دي ولاد، أنا جربوع. جربوع؟ عايدة. عايدة، أنت خليت فيها عوايد، أنت خليتها خل خالص. عايدة، عايدة. وأني لازم كنت أخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين، وحرام أذيتهم. يا ماني شحات، مفيش اوطى من كده. مكان جميل بس حر شوية، مش كده؟ الحر ولا برد انا مالي؟ لو كان قالوا لك ان انا مصلحة الارصاد الجوية. حلو اوي. ايه دي اللي حلو؟ النكتة اللي انت قلتها. انا ما قلتش نكتة. انت ايه متضايق شوية ولا متضايق ولا مش متضايق؟ انت مالك يا سيدي؟ ما سيبني في حالي. ما تجيب يا سيدي. ندردش شوية مع بعض. ايه؟ ادينا حاسب لك الدنيا ولك ليه؟ ضايقتك شوية مش كده؟ هي مين دي اللي ضايقتك؟ البدنوزيل اللي كانت معاك، خطيبتك مش كده؟ لا. وانت عرفت من ايه؟ انت كنت مراقبني؟ انا مراقبك من ساعه ما خرجت من اللوكان ده. شحات افندي. شحات افندي؟ انت حكومي، انا ما عملتش حاجه. انا انت حكومه، مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجه. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغايه ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه، ده بدون خصومات.
ايه رايك في 100,000 جنيه؟ مئة ألف جنيه؟ ليه بقى؟ هسرق لك سرية ولا هقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايرة. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للإدارة بتاعتك. تقول فيه اتضح من مراقبتي الفايق عايش انه انسان شريف وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانه. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده فده ملوش اي اساس من الصحه. وانت فعلا ما شفتش حاجه. تقرير ايه واداره ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه اكتر من 3 اشهر. اصحى معايا وفوق، دي فرصة العمر ما تجيش غير مرة واحدة. انت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاجة وموكيت. هو كم بكام؟ البون جوه. ايوه يا فندم، اي خدمه؟ وحياة والدك عايز شويه لحمه في الرغيف. اي لحمه ولا لحمه معينه يا فندم؟ لا لحمه من اللي بره دي، اللي عامله زي قمع السكر دي اللي عليها طبق ميه. قصدك الشاورما يا فندم؟ ايوه اسم الله عليك. ايه واحد يا فندم؟ ايه واحد؟ لا تور توره. ايوه يعني تورتين، يعني تورة تورتين، يعني 8 8. حاضر 8. حاضر يا فندم. بس وحياة رحمة امك تقول له يتوسع عشان خاطر ده بيقطعها زي ما يكون بيقطع ورق سيجارة. من عينيا يا فندم. اتفضل استريح. اتفضل يا فندم. اتفضل. جارسون. نعم يا فندم. الحساب 180 يا فندم. عبدو. نعم يا هاني. الحساب عندي. عينيا. عشان ايه؟ اتفضل حسابك. خد بقى علشان. شكرا يا بيه. من فضلك، هو حضرتك مستني حد ولا جاش؟ لا يا عبدو. نعم يا هاني. هات لي العصير. عينيا يا هاني. بسم الله. بالهنا والشفا. الله يهنيك يا اميري. انت لطخ. انت لطخ. نعم. هو كم بكام؟ يعني اللي انا اكلته دي هيقطع كام؟ قول لحضرتك 153. 153؟ ليلتك مطيره. ليه يا بيه؟ انا ما حلتش غير ريال. طب بتطلب كتير ليه؟ ايه دي؟ وانا شعرفني يعني ان لقمه العيش ملحويسه لحمه تبقى بريال. طب والعمل دلوقتي؟ انا عارف يا اخويا. ايه يعني العمل؟ يعني الناس الغلابه ما تاكلش لحمه؟ اللقمه بريال واللقمتين ب 40 قرش.
واربع نوم يا ابو كان. شوف اما اقول لك انده للناس بتوعك خليهم يشوفوا شغلهم وانا جاهز. يا عبدو. نعم استاذ. قول لي حسابك كام؟ 210 يا فندم. انت مش لسه قايل 157 قرش يا ضلالي؟ مش في 10% خدمه؟ تتلطف. فاضي يا عبدو. ميرسي يا ست هاني. أني شاكر فضلك يا هاني. على إيه؟ دي حاجة بسيطة بس على الله ما تكونش لسه جعان. وأنت فاكرة يعني إن دول شبعوني؟ ده أنا مسحت بيهم زوري. معلش. إن كنت عايزة تصدقيني راهنيني على 10 وأنا أقوم بيهم. أنا عارفة حرهنك على أكتر من كده، ها؟ هو هتكسب الرهان. ما تجيبي لي بيبس. قوم بينا نشرب البيبس في حتة تانية. يلا. الفلوس اتلمت خلاص يا ابو العمد، وانا نازل بكره ان شاء الله اشتري البابور. مفيش اخبار عن رجب؟ انت ناسي ان ولد السيده زينب بعد يومين يمكن مستني يحضر المولد ويرجع. اطمن يا اخويا. سلام عليكم. وعليكم السلام. بس يا ستي سرقني، لا جبت محرايات ولا جبت فاس حتى. لو تطلع لطيف معايا هجيب لك محرات وحبستك خالص. قولي انت اسمك ايه؟ محسوبك رجب. رجب؟ لا لا لا، من دلوقتي ورايح انت اسمك ريري. ها؟ ريري. ريري؟ حلوه ريري دي. انت عايشه هنا لوحدك؟ لا، من دلوقتي ورايح هعيش مع ريري. عندي كلب. انت يا ريري كلب الوحيد. عن اذنك دقيقة واحدة يا ريري. حلوة ريري دي. ريري ريري بس نجيب المحراب. خش استحمى والبس دولي حياتي. اخش الحمام اللوكس ولا الترسو؟ انت مقامك غير الحمام اللوكس يا حبيبي. والله وفيك الخير يا ألفة. هو الحمام من ايه؟ اهو. هي كل الحمامات مدهونة عسل أبيض؟ ده إيه الحلاوة دي كلتها؟ دي أرض نهدي، ده إحنا هنجيب أربع محاريق. تعال. على ودنه كده، مش لما آخد نفس الأول؟ نشرب كاس مع بعض. نشرب؟ منشربش ليه؟ يا سلام، الحمومة دي فوقت الواحد، خلت دماغه تقيلة. ايه دي؟ انت حاطه المنكر في كوستوبان؟ على فطر. على بطر. انا بطر يا جميل. يا قمر انت يا بتاع زمان. ده انت عنتيل. انت لسه شفت حاجه؟ دي شغلانه بسيطه. هو الواحد عينيه تقلت ليه؟ اما اقوم اجيب لك حبايه عشان تصحصح. ده ايه النحس دي؟ ساعة ما تفرج الواحد يحل عليه النوم. خد يا حبيبي الحبايه دي عشان تصحصح.
ايه دي؟ لميه؟ انا لما اخد حبايه حلوه ما اخدهاش بلميه. ده انت عنتيل. ما افتكرش. قوم بقى. على فين؟ ندخل. تابع حلوة. مش عاجبك رأسه؟ طول عمرك بتعجبيني يا نوح. كلامك زي السكر. يا ترى ناوي على ايه؟ ولا حاجة. طب أخبارك ايه؟ زفت بعيد عنك. الظاهر الواد رجب ده مصري أصيل. من يوم ما سرقته ولعنة الفراعنة محوطاني من كل ناحية. بخسر كل ليلة. قولي خليك تكسب على طول. ايه؟ هتعملي لي عمل بقى ولا ايه؟ لا. ده انا هجيب لك محل احسن من المحل اللي كان عندك في خان الخليل. يوه ما تفكرنيش بقى لازم اضع. ده انا هفكرك وهفكرك ونص كمان. انما محل ايه يستاهل ايديك. تتكلمي بجد يا جلال؟ ورايحه ادفع لك فلوسه بكره وامضي لك عقد البيع. انت ست ما جابتكيش ولا ده. والفلوس جاهزه يا عينيا يا حياتي. بس على شرط. تحت امرك. مفيش قمار. لا 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 قمار ايه ما خلاص. لا لا بس انا مش مصدق. بكره لما تشوف العقد في ايدك هتصدق. مش قصدي على العقد. امال ايه؟ الفلوس اشوفها بعناية. تشوفها بس. ماشي. قلنا ايه؟ ممنوع اللمس. ايه ده؟ مبلم كده ليه؟ لا المفاجأة اللي حسيتني يا روحي. أعدهم؟ ايه ده؟ انت مخوناني ولا ايه؟ مش كده بالظبط. لا انت مخوناني. هخونك ليه؟ دي فلوسك اللي هفتح لك بيهم المحل. طب عدهم. وتعدهم ليه؟ طب ما عدهمش ليه؟ مزاجي كده. لا دي مسألة كرامة يا جلال. ايه ده؟ وايه دخل الكرامة في الفلوس؟ انا راجل عندي كرامة وما اسمحش لأي ست تروح تشتري محل وانا واقف زي الطرطور. وانا كمان ما اديلكش الفلوس عشان تروح تفرتكها. هات الفلوس وبلاش فزلكة. هات الفلوس يا جلال. اوعى هات الفلوس يا جلال. ايدي ايدي.
سراج. عمري الشاي باقي من يوم ما وزعت القدر والحمار رجع لوحده انشغلنا عليك. وزعت القدر؟ ايوه انا ما وزعتش. تلاقي بقى الحمار هو اللي وزعه. ده حمار ابن جنيه. كنت فين يا سراج؟ بطلت من انشراح. لك عندي حتة دين خبر، انما ايه بقى اللي هو؟ خير. فيه مكتب سفريات بيسفر العمال بر، وفيه واحد جارنا قدم وحيسافر. طب واني مالي؟ ده سافر زيه. ازاي يعني؟ تعرف مكان المكتب وتقدم وتسافر، شهر ولا اتنين تلم الفلوس اللي اتسرقت منك وترجع. دول بيدوا هناك فلوس كتير قوي. اروح بس عايزين 60 جنيه مقدم. مروحش، اجيبهم منين يا حصرة؟ انا حدهم لك يا ابني. لا مؤاخذة ابو انشراح، ده انت حالتك تصعب على الكافر. هو انت لقيت اكل؟ صح، بس هتصرف. ازاي يابا؟ هستغنى عن مسعد. طب وشغلك؟ نبقى ناجر حماري تابو حسنين. عفرم عليك يابا. عم رضوان انت راجل طيب قوي، وانت انشراح بنت حلال، تبيعوا الحمار عشان واحد ما تعرفوش؟ بصراحة احنا حبيناك يا ابني. مش يمكن تسافر وربنا يكرمك وبدل الكارو تجيب لنا تريسيكل؟ يا سلام، على قد ما فيه ناس وحشة فيه ناس حلوة. الحلوين اكتر يا ابني. الظاهر كده. صعب عليا الحمار. البركة فيك. بركة فيه؟ مش قلت هتجيب لنا معاك تريسيكلي لما ترجع من السفر؟ ربي كريم، لكن ده بان عليه كان بيحبك قوي. هو مين؟ الحمار. طب وين؟ أنا والحمار بنحبك. بجد يا رجب؟ بجد يا انشراح. أمال ما بتقولش ليه؟ كاتم في قلبي وخايف أبوحلك. خايف؟ من إيه؟ أنا فين وأنت فين؟ طمني يا ابني على ابني، ربنا يطمن قلبك. هيسافر وقتين؟ قول لي والنبي، صحيح هنسافر؟ ان شاء الله كلكم هتسافروا، والبيع هيقول لكم دلوقتي هتسافروا امتى. انا جبت الفلوس معايا ايه وعايز اسافر انا كمان. انت اسمك ايه؟ انا اسمي رجب. رجب ايه؟ رجب عبار. عبار؟ ايه، وانت تعرف عمك عبد البر؟ لا، رجب عبد البر من شباك الميموني مش على الخريطه. ثانيه واحده اقول لسعاده البيع. كلكم هتسافروا من ان شاء الله؟ ان شاء الله. الله 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 كله على الله. هم هيلاحقوا على مين ولا مين؟ يا رب يا رب، عشان المحراد والترسيك. مع السلامه مستر ديكسان. مع السلامه. انت ايه اللي دخلك من غير ما اقول لك ادخل؟ ما تخرجش على قبل ايه؟ متاسف معلش، عشان في زبون جديد عاوز يسافر. في ايه؟ زبون جديد عاوز يسافر. زبون جديد دخله. دخله. اسمع، لا انا هخرج له. لحظه واحده، اتفضل قدامي. بص يا سعادة البيه، تعال هنا. مبروك مبروك يا اصحاب الايادي العامله، مبروك. الباسبورتات بتاعتكم كلها خلصت، ميعادكم الساعه 12 هتسافروا. هتطلعوا فوق السطوح اللي فوق المكتب ده، هتلاقوا طياره هليكوبتر خاصه هتاخدكم على المطار على طول. اتفضلوا يا سعاده البيه. انا جبت الفلوس معايا ونفسي اسافر. ابعد عشان الريحه، ابعد عشان الريحه. انا جبت الفلوس معايا وعايز اسافر معاهم. اسف، مع السلامه، مالكش مكان. وحياة عينيك يا بيه، خد منه الفلوس وسفره. ما تحاوليش، خلاص انتهى. الناس، انا عندي مصالح، الناس دي كلها جت قبلكم عن اذنكم. اتفضلوا. تعال انت. ابعد يا سيد، ابعد يا سيد. هو ده بتاعك. مبروك مبروك يا سعاده البيه. انا خدت وقت ليه؟ ما انا هقول لك. عقبال ما بعت الحمار بتاع الجماعي وجينا هنا فخد مننا وقت يعني. خلاص انت تاخرت، العمليه كومبلي انتهى. كومبل ايه بس يا بيه؟ طب انا جبت الفلوس معايا اهي، وخدهم الله لا يسيئك. وبعدين معاك، وبعدين معاك، ده كتير كتير. طب اشيل منهم 30؟ تشيل ايه؟ تشيل ايه؟ بقول لك كتير اللي بتعمله فيا ده. تقول لي اشيل فوضى؟ كام دول؟
دول 60 جنيه ما ادفعوش اتفضل. والنبي انت واخدهم ومسفر، ريحنا ربنا يريح قلبك. لازم تحلفيني، كل واحد يدخل هنا يحلف لي. شديد استنى عندك. ايه ده؟ هي الحكومه مسافه يا رخره؟ ابو دومه رجعنا فلوس. اهي خد الفلوس. ابوس ايد الحكومه، ابوس ايديك يا بيه. ده انا ما صدقت انه خدهم، ده انا قعدت اتحايل عليها عشان ياخدهم. ده اللي بعت الحمار بتاع الجماعه علشان اسافر. سافر ايه يا راجل انت؟ خد فلوسك وامشي. ده نصاب. فلوسي يا نصاب يا حرامي، ده انا بعت عفش بيتي حرام عليك. انا قلت لك ايه؟ ده مستقبلي. ايه مستقبلك؟ فلوسي. ايه بس عايزين ايه؟ سيبوه يا اخوانا، سيبوهولي. ايه بس عايزين ايه؟ هو انا ناقص يا اخويا؟ ايه بس؟ وريحتي مش عاجباك كمان؟ خبرية يا استاذ مش كده معايا؟ ومسك لي جوز افرنجي؟ ايه جوز افرنجي؟ هو معايا معايا يا اخويا. الضرب ده عليا انا، الضرب ده عليا انا يا اخويا مش عليه هو. جيت الحزينه تفرح ما لقت لهاش مطرح. بس انتوا طلعتوا كروديات بصراحه يا ابو الحاج. الواحد بقى متلخبط، الواحد ما بقاش عارف مين الطيب ومين الرضي. عندك حق يا ابني، الدنيا بقت دوكه، ما حد عارف ده من ده، مين الحلو ومين الوحش. شوفي شغلك، شوفي شغلك يا انشراح يا بنتي. تعيش وتاخد غيرها. يلا هنفضل ناخد لحد امتى؟ ايوه لحد ما نتعلم. كان نفسي اروح كتاب وما رحتش ليه؟ طيب يبقى ازاي؟ زي كل اللي بيقروا. اللي زي حالاتي ما يقدرش يروح كتاب، يقوم من نوم الفجر ويروح على الغير، يهابر مع الارض والبقر لحد ما تغيب الشمس، يترمي على الفرشه لحد ما يطلع النهار، وهو كل يوم من دي لحد الواحد ما ينام النومه الطويله. يا عيني علينا. اهو انت برضه ابوك قدر يعلمك لحد ما فكيت الخط، هم والباقي عليا انا. واني لو كنت متنور كان بلبل الكلب ده قدر يضحك علي. اه ياما متنورين وبيضحك عليهم. طب ايه رايك بقى اني سمعت عن واحد باعوا له القطر ومعاه الابتدائيه؟ اللي زي ده بقى تلاقيه في الاصل حمار. سلام عليكم. على فين؟ مش عارف، لكن عايز اروح اي مكان اعيط فيه. تعيط؟ ما تعيط هنا. لا اصل انا لما احب اعيط اعيط من ورا الناس عشان ما حدش يشمت فيي. هو حد يشمت في حد بيعيط؟ مش كل اهل مصر بلبل يا سراج. القصد سلام سراج. اوعى تسافر من غير ما نشوفك. هسافر هب بايه وبلبل مديني بومبي زي ما بيقولوا اهل البندر. سراج. ايوه انشراح. اوعى تعمل في نفسك حاجه. ما اقدرش لاني ما بقتش ملك نفسي. امال ملك مين؟ ما جرجرنيش، اني ما اقدرش اقول. ده كله ده ايه ده كله؟ سراية مين دي يا بلبل بيه؟ دي سراية اخ حبيب كده زي عبد العال بيه حبيبي. ايه وانا سمعت عنه قبل كده. رجب حبيبي يا رجب. تعالى اقول لك عن اذنك يا عبد العال بيه. اتفضلوا. عايز اقول لك حاجه يا رجب بيه، حاجه هتهبلك خالص. ماني مهبول خلقي. لطيف. بقول لك ايه؟ قول يا عامل الاسود. اهلا ابو علبي. اهلا بك مرحبا. الزبون اللي معايا ده مسويه على الاخر، مسويه على الاخر، مسويه زي السوى اللي انت سويته لي. خدت بالك؟ اهلا ابو علبي. اهلا بيك. اتقل كده وما تعملناش فضايح عشان تاخد فلوسك. تعالى اما اعرفكم على بعض. ابو علبي حبيبي. اهلا
مرحبا ولد العم. رجب بيه عين اعيان الفلاحين. امال مال هدومهم هلهله كده ليه؟ لا مش بالمظهر. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ امال انت حضرتك تطلع مين بقى؟ انتوا هتقفوا تتكلموا في الشارع؟ اتفضلوا جوه عند صاحبي. اتفضل اتفضل يا عم علبي. اتفضل راجل بيه. يا عيني على العلالي والبهلالي. يا سلام بيضحك ويبدا يا اخواني. ده ما شاء الله. يا سلام سلم. اتفضل. يا سلام يا سلام يا اخواتي. اتفضل يا عبد العالي. اتفضل اغسل وشك ووضب نفسك كده. لا اتفضل انت الاول. لا ماني سبقت. سبقتني. يا لهوي. هخش اخوك. انت هتشوف يوم. معايا يا رجب بيه. اتفضل يا رجب بيه. اتفضل. اتفضل. اهلا وسهلا. جرسون شوف رجب بيه اشرب. تشرب ايه يا رجب بيه؟ عشان اللحمه في الغيط. ظريف. اتنين مظبوط بسرعه. ما قلتليش يا رجب عملت ايه مع الست بتاعت المعادي؟ ما تفكرنيش نحسن. اقوم اطبق في زمره رقبه. الظاهر انك واخد على خاطرك مني قوي يا رجب بيه. عبد العالبي يا حبيبي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خلصت مهمتك مع صاحب السرايا؟ صاحب السرايا. والله لسه. ما يلا بينا. على فين؟ تلاقيك ميت من الجوع. يا سلام على نصحتك ومفهوميتك يا سبولبول افندي. ده انت هتاكل كمام وبسبوسه وعطايه. ظريف. قهوة ولا شاي يا عبد العالبي؟ أنا أشرب شاي تجيل زي الحبر. شاي حبر العبد العالبي حبيبي. أهلا حبيبي. أهلا 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 وسهلا. علي ها؟ ده ليا أنا. عن إذنك يا رجب بيه يا حبيبي. عن إذنك يا عبد العالبي يا حبيبي. حبيبي عن إذنكم أنتوا الجوز. على السلامة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا نادي سام. أنت فين؟ موجود يا هنا. امال ما بتسالش ليه؟ اهو شويه مشغوليات كده. مين اللي معاك دول؟ دول ده رجب وده عبد العال. الوجه البحري والوجه القبلي. و مين فيهم الكويس؟ رجب اللي على اليمين. يا رجب. يا رجب بيت. ايوه. تعال يا رجب بيت. اقعد رايح فين لك كوشه؟ اقعد يا خايب. اظن بقى المره دي لا تقول لي انا مرغم اصدقك ولا مضطر اصدقك ولا الكلام الفارغ الخايب اللي انت بتقوله ده. قول لي عايز ايه وخلصني. ايه رايك؟ يعني 10 على 10 بريفيكس. طب بقول ايه؟ انا عايزك تروح معاها عبال ما اخلص على اخينا واجيب لك القرشين وتجيب المحرات وتهويها. واروح مع مع مع, مع الشغلات دي. ربنا يستر وما يكونش هدر زي عوايده. عيب يا رجب يا حبيبي. ايه دي سانيوري. يلا يا عم. لا المره دي يعني في السليم. طيب يا ست متشكرين. عقبالنا يا اخويا. بطل قهر يا اخويا. ورايا انت. لا المره دي في البريفيكس قوي. مع السلامه يا رجب. شد حيلك. ايه يا عبد العال بيه؟ على فين يا حبيبي؟ ايه الحكايه يا ابو البلافندل؟ ايه؟ راحوا فين الورد دول؟ يا جدع ربك ستار على عبيده. مش كنت انا ولا يا سيدي؟ ما تستعجلش الجايات اكتر من الرايحات. ما قلتليش. نعم. مين انت جاي مصر تعمل ايه؟ جاي اشتري باجور حرد. عبد العال. نعم حبيبي. الله يخليك. اهلا بالناس الحلوه. اهلا. ايه؟ ريري. ريري وبقالك كتير في مصر يا ريري؟ مالي كم يوم بس عدوا عليا زي ما يكونوا 200 سنه. يعني ما تعرفش مصر كويس؟ مش عقدي نعرفها. اه يا شقي. هو انت لسه شفت حاجه من الشقاوي؟ هنشوف. المايه بتبدي بالغطاس. يلا بينا. بعدين ده ايه؟ ما تتقاليش قوي كده. انا احسن انام منك. نرجس نرجس. هي فين الخيمه؟ انا لازم اقتلها. قتلتها من الشرف. نرجس.
على فين يا راجل يا طيب؟ لا أصلني كان عندي مشوار مهم وكنت ناسيه، افتكرت دلوقتي. السلام عليكم. ودي تيجي؟ اوعى تكون زعلت يا ريري عشان جوزي طب على غفلة. ده حتى ليه ريحه خفيف، حد يزعل؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما تقعد يا ريري، ريري صديق قديم يا فوزي. جوزك واقف. اقعد يا ريري. لا معلش، مرة تانية يبقى الواحد عامل حسابه ومستعد يعني. ودي تيجي؟ لا يمكن ابدا. انت تقعد وتاخد راحتك قوي 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 وكأني مش موجود خالص. كأنك مش موجود؟ اه. ما انا هفهم حضرتك، انا هفهم حضرتك. اصل انا كنت طالع عند الخياطة اللي فوقكم، وبعدين دخلت الشقة دي غلط، فالست هاني راحت كده يعني. السلام عليكم. انا فاهم انا فاهم. ما هما دايما زباين الخياطه اللي فوق بيدخلوا الشقه دي غلط. هو فيه خياطه فوق بصحيح؟ طبعا يا ريري. على خيرة الله. تفضلوا استريحوا. انت كان لازم تيجي دلوقتي. اسف يا حبيبتي. اسف يا حبيبتي. ده بيتاسف ليه؟ من حقها فعلا، كان لازم اعمل تليفون قبل ما اجي. تعمل تليفون؟ ايوه. تصدق وتأمن بالله؟ لا إله إلا الله. أنت راجل مطياب. وأنت إيه الهليلة اللي كنت عاملها دي؟ إيوه لما أنت بعرور يعني، كنت داخل بهليلة ليه؟ ده أنا اتجعست يا جدع. لا أبداً، ده عشان اللي ما تتسماش. مين؟ مراتك الأولانية؟ أيوه يا ستي. تصدقي إنها عايزة ذهبها ومساغها كله النهاردة والنهاردة بالذات؟ طب ما تديهم لها وتخلص. أنا أقدر أشوفها تاني؟ ما أقدرش. لا إله إلا الله. طيب أستأذن أنا. مع السلامة. استنى عندك. في ايه؟ ريري بي ممكن اقصدك في طلب؟ تفضل. من فضلك ممكن توصل الذهب والمساغ بتاع طريقتي ليها؟ ما بلاش ريري بي، انت ربنا بعتك علشان تنقذني، ارجوك يا ريري بي. ما بلاش. انا مصر يا ريري بي. هو الذهب كتير؟ لا ابدا، ده شنطة صغيرة. شنطة صغيرة؟ ايوه. ما بلاش ريري بي، اعمل معروف، ابوس ايدك ابوس رجلك، انا خلاص كرهتها. ولما انت كرهتها كده هوت شال صورتها في جيبك لغاية دلوقتي ليه؟ دي الصورة بتاعتها، مش دي صورتها يا ستي؟ اهي عن اذنك نرجس. نعم. تعالي نحط لها شنطتها. حاضر. حط لها الذهب بتاعها. ده فوزي ده مطياب بشكل تكون فتحت
هديك الدولاب. يا ست الدولاب كان مفتوح جاهز. وبعدين الجدع هيمشي. ايوه يا فندم. الشنطه اللي كانت هناك دي بتاعتك ولا بتاع الراجل اللي جري؟ دي بتاعتي انا يا فندم، بس هو كان سارقها. وفيها ايه؟ فيها اوراقي الخاصه يا فندم. ممكن اشوفها؟ اوي حاضر. استنى عندك، اضرب النار. يا حاضر. نعم. انتوا جاهزين؟ نجهز لمين؟ علشان النصابين والمهربين والحرامية. نعم. شوف اما اقول لك، الناس بتكتر، ولما الناس بتكتر بتكتر معاها الناس الوحشة. عملتوا حسابكم؟ نعمل حسابنا على ايه؟ علشان تقبضوا على الناس الوحشة اللي بتكتر. امشي يا راجل يا مجنون، امشي. حاضر، انا همشي، بس انا عملت اللي علي وبعد كده ما تزعلوش مني. يلا شوف شغلك، امشي. الحمد لله على السلامة. اهلا يا ملعون. الف مبروك. الله يبارك فيك يا ملعون. ايه رايك في الابو؟ جوي. إلا مفيش أخبار عن رجب يا أبو العمدة. يا سلام. انت يا حلوة، انت يا صنيورة، يا دهي يا دهي يا حلوة. انت بتندهلي؟ ايوه بندهلك يا حلوة. بلبل بيه راح يكلم شرطهم بيه في اللفلفون، حياتك تستعوجيه. اللي كان قاعد معاك هنا هوت؟ ايوه اللي كان قاعد معايا هنا هوت. لو كان حصل بينكم كلام تاني
ده خرج. خرج كيف يعني؟ راح فين؟ مش روح. روح؟ وانا وانت يعني ما قالكش حاجه عشاني؟ قال لي كيف؟ قال لي اخد منك الحساب كله. يا لهوي، بقى الحساب كله منين؟ ايه ما معكش؟ لا ما معليش، ده انا غلبان. حسنين؟ حسنين؟ ادالوا البوليس. بوليس؟ ده بوليس ولا دياولو؟ والحساب كام؟ هتدفعوا؟ ايوه هدفعوا. قول الحساب كام؟ 40 جنيه و35 قرش. واخ يعني؟ ولا تهنوش بلدياتي. وخلي الباقي على شانك. روح يا شيخ الله يستر عرضك. يا سلام. لا سمح الله، لا سمح الله. ودي على الناس الحلوين دول. قول لي عمين. هو سرق منك كام؟ سرق كام؟ وانا حلت حاجه؟ ده انا على باب الله. يخرب بيتك يا بلبل، ده طلع مقلب. ايوه مقلب. ده بغور بقى. كان معشمنا بالصنيوره الحلوه دي. بلدياتي. هو سوق الاخضر منين؟ صباح الخير. صباح الخير. انا مش عارف اودي وشي منك فين. ولا يهمك. ايه حكايه النوم اللي بتجيلي دي؟ انا لازم اروح الاستقبال. طب معلش، انا هوديك للدكتور وهعالجك وكل حاجه، بس تعالى افطر. يلا. مفيش مش عندك؟ نعم. مش؟ لا معلش. امال فين العيش؟ اهو. وليه العيش؟ يا هل ترى مين اللي جه دي؟ هيكون مين؟ لازم البواب. ابا قلب انت. ايه؟ تحيش بسرعه ليه؟ في ايه؟ محموق قوي كده ليه؟ اللي يشوفك بيقول انك بتغير عليا. وما غيرش ليه؟ ها؟ وتغير ليه؟ حبيبي. الله الله يا عبد الله، ده انت طلعت معرفي، ده انا طلعت حتة الكرود. ايه؟ انا هفهمك يا رب. هتفهميني ايه؟ وانا اقول لك ساعتها هو ما جاب لكيش سيري؟ تقولي لي سيري ايه؟ ده انا رطخ. رجب، كويس قوي قوي ان انا قابلتك. وانا كمان، فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ ما تنسى بقى يا راجل انت. طب فلوس عبد العال فين؟ طلع يا مولاي كما خلقتني. انت ايه اللي جابك انت؟ رجب بقى يا صاحبي مالكش دعوه. ايوه احنا بقينا اصحاب. كده اهو. طب والله ونعم النسب. طب استاذن انا بقى على اذنك. استاذن تروح فين؟ انا عايز فلوسي والا هلم عليك امه لا اله الا الله. لم؟ إيه انت بتتجوز عليا؟ رجب ما تتعبش نفسك معاه، ده مش بني ادم مفيش منه فايده. انت تسكتي خالص، تسكتي خالص، ده انتوا عصابه مع بعض. اسمع يا بلبل انت، انا من دلوقتي رجل على رجلك في كل حته تروح لحد ما اشوف فلوسي وفلوس عبد العدل راحت فين. طيب تعالى معايا. هات لي هدومي. طيب هوصل. استنى اما اشوف. هات لي هدومي. طيب هات لي هدومي يا حرمه. اللي تقدر تطلع بيه ان الحادثتين قام بيهم شخص واحد. ليه؟ لان المجني عليهم كلهم متفقين على ملامح واحده. بيتهيألي يا فندم انه بيمارس نشاطه من مده بسيطه. بنيت استنتاجك ده على اي اساس؟ علشان ما وصلناش غير بلاغين. بلاغ الناس بتوع السفر وبلاغ الراجل ده. اتفضل انت. مش شاكرين يا بيه. مش شرط يا فندم، جايز في ناس كتيره ما بلغتش. جايز. على العموم انا عامل خطه، بس الاول انا هوريكم الصوره اللي رسمها المصور من خلال اقوال المجني عليهم. اتفضل من اهل المصور. حاضر يا فندم. طب ما بلاش القمار دي. ما اقدرش، دي حاجه بقت في دمي، لازم العب كل يوم ولازم اخسر برضه كل يوم. تخسر؟ طب انا هقول لك على حاجه، ما تعلمني القمار دي وتلعب معايا، وانت تخسر وانا اكسب، وهو يبقى كده جحه اولى بلحم طور. لا مش هتكسب. مش هكسب؟ بقى انت تخسر مع الناس كلاتي الغرب دول وتيجي معايا انا وتقول لا.
يا ابني مفيش حد بيكسب القمار، كله بيخسر. ده داء ولا يمكن حد يبطله. طب ما تعلمني القمار دي. لا يا اخي حرام عليا. يا سيدي مالكش صالح. اسمع بس انا هقول لك، انت بس واخد بالك تعلمني القمار دي وهو يمكن يركب معايا واكسب ولم تمن المحراب. لا 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 ما ينفعش. بس هقول لك انا يا بلبل، ده المكان اللي بستريح فيه. تعال خش برجلك اليمين حاسب. تعال مالك، تعال ما تيجي يا واد. هو ده المكان اللي انت بتستريح فيه؟ اه. ايه رايك؟ وعندك كهربا كمان؟ لكن انت ما انتش خايف تنام، تقوم من النوم تلاقيه كوم تراب عليك؟ يا سيدي يروح بلبل يجي 100 بلبل. تروح فين؟ رجلي على رجلك. على رايك هلاقي زيك فين؟ ده انت لقطه. قلت لي انت منين يا له؟ انا من شمباري، شمبارة الميموني، بلدنا دي مش على الخريطه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، محدش ضحك عليا غيرك. ما تزعلش يا رجب يا حبيبي، خليك رياضي سبور. الدنيا كده لازم يبقى فيها اللي زيي واللي زيك، اللي بياخد واللي بيتاخد منه. طب اللي زي يعيش ازاي؟ لازم ياخد. ايه واما واحنا ازاي نعيش من غير نكد؟ ده حتى ما يرضيش حاجة كده. اهي الكرشين اهي، يلا علمني بقى. ما بلاش. بتضحك على ايه؟ فاكر لما كنت اقول لك خد الفلوس شيلها معاك وانت تقول لي ما بلاش؟ فاكر؟ ده انت هتشوف يوم. يلا علمني بقى يا ابني. طب قبل ما اعلمك القمار لازم اقول لك على حاجه. القمار ده بيودي في داهيه. شايف العيشه اللي انا عايشها دي؟ ما حلتش غير البدله والقميص اللي انا لابسه، بغسلهم كل يوم واستنى لما نشفوا عشان البسهم. ما حلتش حاجه رغم كل اللي بكسبه. ايوه انت هتقول لي على اللي بتكسبه؟ شوف اما اقول لك، انا لا حلت بدله ولا زكيته ولا اي حاجه. يلا علمني. انا حلمت حلم يا عمدي، اللهم اجعله خير. حلم ايه يا غباش؟ خير ان شاء الله. الولا رجل مال جاني في المنام انه سقط في بير غويط. بير ايه انت راخم؟ حاجه توغوش بحق وحقيقي يا عم. انا من رايي نبلغ البوليس. خبر ايه يا واد يا غباش؟ انت مالك ومن رجب يا واد يا غباش؟ انت مش شريت المحرات؟ يا هو يا اخوانا يا عالم، انا مش ضد رجب ولا حاجه، انا بس خايف عليه. عندك حق يا واد يا غباش، لازم نشوف لنا صرف دلوقتي. انا بقى الورق حلو، اعمل ايه دلوقتي؟ زود. ازود مهما زود ما تزعلش. لا مش هزعل. طب انا بزود واقول 3000 جنيه و50 قرش. اشمعنى يعني 50 قرش؟ اجره القطر. يا واد يا فنجري. ماشي يا عم، جاي معاك. معاك ايه؟ انا معايا فول من اللي انت بتقول عليه دي. فول ايه؟ فول ست 3 ستات و8 اهو. 8 فول اهو. فول تخسر يا عم. انا فول رواه، 3 رواهات وجوز اس. الشايب ده يكسب 3 ستات دول؟ طبعا. بس انا قربت اتعلم اهو. كلها 150 سنة وتبقى كويس جدا. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ما خبيش عليك يا رجب يا حبيبي، انا رايح برتيتة قمار. طب بقول ايه؟ انت معاك كده دلوقتي كام من صنف المعامل؟ اشمعنى يعني؟ بس طوعني. معايا 50 جنيه. طب ما تسلفني. انت عايز تلعب؟ ايوه العب، بدل ما مش عارف اعمل حاجه. خلاص بقى الواحد يبوظ. يا واد يا فتك، انت هتتقوز علي؟ سلفني من اللي عليك واخلص. لا لا يا رجب، انت ما تلعبش المره دي. انت تيجي معايا تتفرج، وبعدين لما تتعلم اديك فلوس تلعب. موافق؟ وانا اقدر اقول لا؟ ده انا مصاريني في عبك. مصاريني في عبك؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ انت منين يالا قلت لي؟ انا من شبرت الميموني، مش على الخريطه. اه بس تعرف يا رجب، انا حبيتك ونفسي ومنعيني ارجع لك فلوسك وتشتري المحلات بتاعك. مش عارف ليه المره دي يا سيبولبول قلبي مصدقك. طب معلش يلا يلا. ايه ده هتروح معايا كده؟ شوف انا عندي بلوفر ده عليا وبنطلون طويل قصر عليا، اجيبهم لك يبقوا عليك فل. ايوه عدة النصب القديمه. ايه دي تحتوز عليا؟ انت منين يا ولد؟
كوزين فالي كنت صغير 3-4 عندك 3 اس انا يعني في 3 اس دول تعالى رجب بيه رجب بيه عين اعيان شمبرت الميمون ابراهيم بيه سيد بيه جلال بيه اهلا وسهلا اهلا وسهلا ايه ما بتلعبوش ليه؟ والله دكتور محمد ما جاش لغايه دلوقتي ولا حسين جه ولا اسماعيل جه راح طب هنعمل ايه ده احنا اربعه طب ما العب انا يا سي بلبل ومالي بيه اتفضل ما بلاش انت رجب بيه سيبه مدام له مزاج اتفضل ايه وماله خد 20 جنيه هم خسرتهم يجي لك مغص وتروح واديك عارف البيت ما تفضحناش عارف الكنتو وكنتو الريال والفلوش والباص باص ايه الباص ده بان على صيده وماله حمار يلا نلعب مكانك يا استاذ سيد اتفضل يا رجب بيه اهلا وسهلا اتفضل منور يا رجب بيه اهلا وسهلا هتلعبوا ازاي؟ كل واحد فيش بعشرين جنيه لا 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 20 جنيه ايه؟ لا احنا نلعب كاش بلاش فيش ولا بتاع كل واحد 10 جنيه ماشي؟ ماشي فين؟ أوه. ماشي يا رجب بيه كل واحد 10 جنيه يا رجب بيه اتفضل اتفضل حط خدهم يا اخو خدهم البيت معاك فتحنا 5 جنيه خابط باص باص انا جاي طب دلوقتي انا عايز اجي اقول البصبوص دي اللي هي الباص بتاعتكم دي يعني ولا اقول طيب انا اعمل ايه يا بلبل الله يجازيك يا بلبل جاي واحد لسه بيستهجى احنا ورانا ايه ربنا يزود في الغشم عشان نكسب قول جاي يا رجب وادفع 5 جنيه يا حبيبي 2 كارت نعم 2 كارت خد يا اخوي 3 كارت انت كمان 3 كارت سيرفي يعني ايه سيرفي يعني نايم وانت كمان هتعسل 2 كارت انت مش هتغير يا رجب وانا كمان كارت كمان 5 جنيه انت ملحوق على ايه يا اخويا ما تهبط شويه يا ابني دي اصول لعب انا جاي اللي مش قد اللعب يقوم خلاص يا سيدي ما تزعلش حقك علي انا جاي وانت جاي وانت حر ونار في جتتكم معاك ايه يا عم السيد 3 دام تكسب فول اس انا معايا جدع تخسر اكسب انا بقى ليكم جله متعاصب جله ان كان ورقك مش حديد ما تدخلش حديد ولا زرنيخ ده عامل زي القطر القشاش ما فيش حاجه بتقف قصاده كاك حش وسطر فتحت بخمسة جنيه ماشي وانا جاي اتفضل ورقك حلو يا رجب حد عارف يلا ان شاء الله ما حد حوش كارتين واحد دي تلاته كام دلوقتي انا اغير ولا لا يا بلبل يا ابني انا كنت شفت ورقك الله انت هتقعد تسال طول الليل ولا ايه ما يلعب لك احسن طب يا اخويا ما تشخدش كده وهو ايه يعني لما كلنا نساعد بعض طب دلوقتي انا عايز طب انا ممكن اغيرهم كلهم لا طب اغير اربعه اثنين واحد اغير واحد قول 10 تكسب يا عم انا اكسب بقى لانني معايا فول نسوان واثنين وحايد اكسب يا بلبل برافو يا رجل لم الفلوس الم الفلوس دي نلبكم جله 20 جنيه بلاين 20 جنيه ايه انت بتلعب مع عالم هفيه خليتهم 30 ايوه كده انا جاي قول في دورك مين اللي عليك كلام انا كام فول دام تكسب استنى طول بالك دلوقتي يا بلبل انا معايا ماركه السجاير اللي انت قلت عليها دي اهي اسمه ايه كنتو ريال ارض لك يا جرير تكسب يا رجب بيه الف مبروك يا رجب بيه لم الم بس انا احب اخد البرايز الاول دي البهريز ليلكم جله متعصب جله
لا ما دام الحكايه كده بقى ده احنا نكبر اللعبه. ايوه نكبر يا اخويا، ما نكبرش ليه؟ انا ماشي دور. اهدى كله اهدى كله. فلوس؟ ايوه ما انا عارف انها فلوس. مفيش تحتيها حاجه تانيه؟ اربع وحدات. انا احتاج. بلا تهتم بلا زفت، اسكت لا اديك باللوكس في وشك. معاه حق، فرق كويس، فرق تاني. ماشي دول. 50 جنيه بلاي. 100 اوفر. وانت مش قلت معكش غير 50 جنيه بس؟ ده انت داهيه. كارت. اثنين. واني اثنين كارت. كارت 8. مبروك. اني زي بتاع المره اللي فاتت. الكنت ريال اهو. لم لم يا رجب بيه، مبروك، الف مبروك. لليكم جله متعاصى جله. رجب رحت فين؟ رجب ايه؟ اعل صل على مهلك يا رجب، مش كده؟ اسكت يا سبولبل، خلينا نخلص يا طابت يا اتنين عور. انا صلد 10 جنيه اهو. انا جاي وانت جاي؟ وانا جاي بصلد. انا معايا البتاع ده هو اللي بيكسب دايما ده، اسمه الكنت، كنت ريال ده. مبروك. وانت يا سيد؟ اهو بطلت. وانت بطلت؟ انا فلست خلاص. على خيرة الله، ليلتكم جله متعاصى بجله. سبولبول انا هشتري المحرات وانت باخد بقيه الفلوس. ليه؟ احط الفلوس مكانها. احط الفلوس مطرحها يعني ايه؟ بدل مش قد اللعب ما تبقاش تلع. ما صحش يا جرير، عيب. لو كنت تعرف العيب ما تخليش واحد زي ده ياخد فلوسنا. انت هتعمل ايه؟ انا في عرضك يا بولبول. ما تخافش يا رجل، ما يقدرش يعمل بمطوة دي حاجة. سيب الفلوس وامشي من قدامي الا اجيب كرشة. قريب سلامتك يا بلبل. سلامتي. وانت اللي بتقولها يا رجب. سامحني يا رجب، انا اذيتك كتير، معلش. انت ما اذيتنيش. انا ما كنتش عارف حاجه، انت اللي علمتني حاجه. ما تشوفوا حكيم، شوفوا حكيم بسرعه. الراجل روحه هتروح مننا. انا خلاص. ما تقولش كده، لازم يعملوا الواجب. ده انت صاحبهم. صاحبهم مش هيرضوا يجيبوا دكتور. دول اصحابي وانا عارفهم. على حد يجي يسنده. انا انزل اجيب حكيم. انت غريب، والغريب أعمى ولو كان بصير. عايزك تسامحني يا رجب، سامحني أرجوك. أنا مسامحك يا بلبل، أنا مسامحك. كده على طول نسيت كل اللي عملته فيك؟ أنت طيب أوي يا رجب. كل اللي أنت عملته فيها ده كوم، وكونك إنك تموت بدالي ده كوم تاني. أنا بصراحة يا بلبل أول مرة أعرف إنك شاه. محدش بيتولد جبان يا رجب، الظروف هي اللي بتعمل الجبان والشريف والشهم والنصاب. أنا حاسس براحة، هرتاح وأريح ناس كتير، الناس لسه كنت. قلت لي انت منين يا ولا؟ انا من شمبارة يا بلبل، شمبارة الميمونة. مش على الخريطة. بلبل 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 راح يا اخواني. قبض عليهم. ام الفلوس. مين اللي قتل؟ ده اللي قتل.
بلدياتي حبيب بلدياتي. اهلا اهلا.